معنوي وصعوبة العيش مع مرض مثل السيف المسلط على رقبة المصاب وأهله، لابد من سماع شهادات حية تنور الصورة بأذهاننا. نسمع سوا الآنسة ألين نصار. أنا جاي لهون تعبر عن فرحي وامتناني لوقوف مؤسسة برباكا حد عمري. من 4 سنين شخصوا لعمي مرض السرطان من الدرجة الرابعة بالرباية مع عمي، وبعد عدد سنين من العلاج تطور المرض وصار بدماغه. عاش عمي فترة كبيرة، ولما قطعوا الأطباء الأمل بشفائه طلبوا مني أنا أعزاه. ما في أوصف حياة إنسان عم بيشوف قريب لإله عم بيذوب قدامه ويتعذب بدون ما يقدر يساعده. بهالفترة خطر ببالي دقنا هل لأطلب منه يساعد عمي، لأن حالته تطورت وتأزمت كتير، وبالأساس تخليدا لذكرى بربارة يلي أثرت فيه كتير وخصوصا مقاومتها للمرض. هون بلشت القصة. تعاون هاني مع جمعية سند يلي اهتمت بالمتابعة الطبية بتخفيف الوجع، وكان هاني الداعم الأساسي لعمي بوقت تركوه أقرب الناس إله وما حدا كان يطلع فيه. بعتت لي هالجمعية حدا يخدمه بالبيت حتى نقدر نحن نروح على أشغالنا، وهاني كان يطلع عليه كل يوم تيكرمه تيحممه تيساعده تيتقبل حالته. وقفت اليوم قدامكم مبادرة مني بطريقة لتكريم ذكرى عمي وكل إنسان عم يمشي بعهد الدرب القاسي القديم. اسمحوا لي اليوم أشكر الله على وجود المؤسسة بحياتنا، وأنا بقدر كل وقفة صغيرة، كل مبادرة، كل كلمة طيبة وتضحية من وقتكم الكبير لوقفتكم حدي وحد عائلتي خلال مرض عمي. مساعدتكم المعنوية كانت إلي دليل إنه لو خليت خربت، وإنه بعد في ناس بيهتموا لأمر ناس تانيين بوقت كل واحد عايش لحاله بالمجتمع القاسي. يمكن السرطان غلب جسم عمي بس ما قدر يقضي على ذكراه وذكرى المرضى اللي مشوا قبله، وهيك عرفت أنه خسارة شخص قريب خاصة من العائلة كتير صعبة، وهيك الله حطلي بطريقة ناس مثل برغارة وهاني وليومي وليونا. أنا بشكركم على نعمة دعاك لعملكم الرائع وتضحياتكم، وكل يوم بصلي لعله بينوجد دواء يقضي على المرض اللي عم بيطال كل عائلة بالايام. طالب من ربنا يخفف اوجاعهم واوجاع المحيطين فيهم ويعطينا دايما الامل بكره جديد، وهذا الامل انا اكيد ماشي.